مرحبا صبايا، في هذا الفيديو رح أفرجيكم كيف نعمل هذا اللوك. هذا اللوك سهل وما بياخد وقت طويل ومناسب كتير للمبتدئات. إذا أنتوا جداد على القناة ياريت تشتركوا فيها وتعملوا سبسكرايب إذا عجبتكم، وإذا أنتم مشتركين من قبل شكراً كتير وأهلا وسهلا فيكم. أول شي بعمله إني بحط كريم مرطب على بشرتي. رح أبلش بمكياج العيون أول. بحط الكونسيلر على جفني. الكونسيلر رح يساعد الآي شادو اللي رح أحطه إنه ما يسحل ويضل لفترة أطول. بعدين بستعمل فرشاة الدمج، بحط الآي شادو البني وبوزعه على كامل الجفن من جوا لبرا. هلا باخذ لون الآي شادو الثاني اللي هو الزهري الغامق وبدمجه على الجفن المتحرك فوق اللون البني. هلا بستعمل فرشاة الحواجب عشان أحدد الرسمة. ببلش من طرف عيني الخارجي بآي شادو أسود. بعد هيك ببلش أعبي الرسمة بجل حواجب بني. هلأ بإصبعي بحط الهايلايتر بالطبطبة على الجفن الداخلي. بركب رموش. بحط عليهم مسكارا. وهيك بنكون خلصنا مكياج العيون. هلا بننتقل لمكياج الوجه. اول شي بعمله هو اني احط البرايمر على بشرتي. البرايمر مش اشي اساسي، بس هو بيساعد الميك اب يضل لفترة اطول وما يسحل. اجا دور الفاونديشن، بحطه على الاماكن المهمة تحت عيوني، خدودي، الانف، التم، الدقن، وبستعمل فرشاة فاونديشن عشان ادمجه. بدمجه بالطبطبة ونعومة، ما تضغطوا كتير. بستعمل بيوتي بلندر على الأماكن الصعبة الوصول إلها، وبكمل بالدمج بنعومة.
هلأ رح أبلش بالكونتور، بحطه على كسرة الخدود، أطراف الأنف، الأنف، وببلش أدمجه بالفرشاي. أنا بفضل أستعمل إصبعي عشان أدمج الكونتور حوالين الأنف بهاي الطريقة. هيك بنكون خلصنا مكياج الوجه. هلأ برجع بحط آي شادو بني تحت عيوني. زي ما حكينا من قبل، بحاول أخلي الآي شادو يكون أكتر على المنطقة الخارجية. برسم مدمع العين، بحط مسكار على الرموش السفلية، بحط الروج، بحط هايلايتر على الأماكن اللي بدي إياها تبين أكتر شيء. وهيك بنكون خلصنا. بتمنى أنه تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا عندكم أي سؤال بليز اتركوه بالتعليقات. إذا أنتوا جداد على القناة ياريت تشتركوا فيها وتعملوا سبسكرايب إذا عجبتكم، وإذا أنتوا مشتركين من قبل شكراً كتير وأهلا وسهلا فيكم.